التحكم بمسار الكرة. رغم ذلك بيلينغهام وعلى طريقة جل أهدافه في ريال مدريد هذا الموسم يسجل هدفا جميلا منح به النقاط 3 للمنتخب الإنجليزي. تخيل أنه بيلينغهام 20 سنة حاليا يلعب ثاني يورو له مع المنتخب الإنجليزي بعد يورو 2021 وعنده مشاركة في كأس العالم أين وصل إلى الدور نصف النهائي، كل هذا وهو لم يتجاوز سن 20 سنة فقط. لو نتكلم على بيلينغهام أستند في كلامي بالمقولة الشهيرة ليوهان كريف لما قال كرة القدم التقنيات هي أين يتم إعطاء الكرة والتكتيك هو كيف ومتى. بيلينغهام في جملة تكتيكية مفيدة هو لاعب يعرف أين كيف ومتى يقطع الكرات، أين يعطي الكرة، كيف يتحرك، ومتى يسجل الأهداف. هنا لو نتكلم على هذه الجملة التكتيكية المفيدة نقول أن التنسيق الحركي لهذا اللاعب يمكننا الآن ليس الجزم ولكن التأكد، ونقول أنه من بين أحسن اللاعبين. علاقة الكرة مع الجسم بعد ربما مارادونا التي كانت تلتصق الكرة برجله اليسرى، ويمكننا أن نتكلم على علاقة الكرة مع الجسم ولا نتكلم على زين الدين زيدان. رأيت منذ قليل بيلينغهام لما سقط مع المدافع السربي والكرة لم تغادر لرجله اليمنى واسترجع الكرة، هنا تعرف أنه اللاعب هي بفضل إيماءات حركية جسمية عضلات مفاصل والعقل أيضا، الكرة تلعب بالعقل أيضا. نتكلم على بيلينغهام، نعطيك بعض الأرقام أمين ثم أتركك تكمل فضل. الحديث عن بيلينغهام، بيلينغهام تفوق على جميع لاعبي الفريق بحصوله على أعلى تقييم في المباراة بواقع 7.8 من 10 حسب موقع سوفا سكور. شارك لمدة 86 دقيقة قبل أن يستبدل بكوبي ماينو، وهذا أمر كان طبيعيا لأنه ساوثغيت كان يريد الحفاظ على النتيجة في آخر 4 دقائق من الوقت الرسمي وسط المد الهجومي في هذه الدقائق من المنتخب الصربي. تخيل أنه بيلينغهام لمس الكرة 92 مرة وبلغت دقة تمريراته 96%، يعني قريب من المثالية. كما أنه على الصعيد الكرة الطولية حقق نسبة نجاح بلغت 100%، يعني كل كراته الطولية كانت صحيحة نحو زملائه، أرسل 4 كرات طولية كلها كانت صحيحة. على مستوى المراوغات نجح بيلينغهام في مراوغة واحدة من أصل 4 محاولات، فيما فاز بـ8 صراعات ثنائية من 14 وكرة هوائية واحدة من محاولة واحدة، كما تعرض للعرقلة 4 مرات وارتكب مخالفة واحدة فقط. أنا ما لفت انتباهي كثيرا في بيلينغهام في مباراة اليوم في صورة الموسم ككل هو موازنته بين العمل الهجومي والعمل الدفاعي، كان من بين أكثر اللاعبين استرجاعا للكرات في مباراة اليوم رغم أنه يلعب وراء المهاجم تقريبا مباشرة بعد هاري كين. نبدأ الكلام بأنه بيلينغهام ربما أنه النجمة أو النجمة المضيئة بالنسبة للمنتخب الإنجليزي، ولكن هل هذا كافي؟ لاعب واحد وبدرجتنا أقل ساكا في المباراة اليوم، ربما في الفودان سوف يسترجع إمكانيته ابتداء من المباراة الثانية، هل هذا كافي للمضي قدما إلى أدوار متقدمة؟ لما لا نصف النهائي أو النهائي؟ هل هذا كافي؟ ربما لا يكون كافي، لأنه لو تشوف المنتخب الفرنسي في الجهة المقابلة المنتخب الهولندي مثل ما لعب اليوم حتى وإنه لم يؤدي مثل ما كان المتطلعين ينتظروا من المنتخب الهولندي، ولكن ليس كافي لعب أو اثنين. فيما يخص بيلينغهام بعودة إلى المنصب الذي يلعب فيه محمد لامين، ما رأيناه السنة الماضية هو دهاء كارلو أنشيلوتي وكيفية توظيفه وخلق منصب لهذا اللاعب الذي تألق فيه. أنا ممكن أني أتأكد الآن ونقول لك أنه بيلينغهام الموسم القادم باعتزال كروس سوف يرجع مثل ما تكلمت، ربما اليورو هي بداية رؤية بيلينغهام في أدوار متأخرة وليست متقدمة. بيلينغهام وكأنه مبرمج الآن ابتداء من اليورو أنه الموسم القادم في ريال مدريد سوف يبدأ باللعب في مكان كروس، ولاحظته في آخر 10 أو 15 دقيقة أدوار دفاعية، فلهذا ساوثغيت ابتداء من الدقيقة 80 خرج لأنه حيكون
النجمة المضيئة قلت لك حيكون في المباراة الثانية، شاف أنه يقوم بأدوار دفاعية واسترجع كرتين أو ثلاثة، وهذا يستهلك كثير من الطاقة، فلهذا أخرجه في دقيقة 8. شحره لعب من مباراة في الموسم الحق واحد فات 50 مباراة، وصيب في كم من مرة تعرض لإصابات، تعرض الإصابة بعد خلال شهر ونص أو شهرين على ريال مدريد، لعب 45 أو 48 مباراة، مباراة اللي مهم جدا أنك تلعب 58 مباراة في الموسم، وتجي اليوم تبدأ نهائيات كأس أوروبا اللي فيها نظن سبع مباراة، ست مباريات باش توصل للدور النهائي، ثلاثة أربعة خمسة ستة ستة نعم باش توصل للدور النهائي. دونك tout ça c'est des efforts à gérer, c'est une émotion aussi à gérer. Exact. ما ننساوش باللي جود بيلينغهام خارج من موسم رائع جدا، دونك رائع جدا، يعني في اول موسم تاعه ويفوز الليغا مع الريال، يفوز برابطة ابطال، يصبح نجم فوق العاده، مرشح للكره الذهبيه. Tout ça, Amina, que l'art football ou Tafouzi, c'est des émotions à gérer. C'est important. C'est très important pour un joueur de gérer des émotions. Donc, Lyon, Bellingham, ou Lyon, et de Dor Tao, et de la Britannia, Teltnikat, Mohima ou Mohima Jidden, Manakadrush, et de la Britannia, et de l'Angleterre, ou Koulou Billy, et de l'Farik, et de l'Imchi, et de l'Amir, et de l'Imchi. Et Mohima Lyon, ou Sidjil, يعني كيما يقولوا l'essentiel, c'est les trois points. نعطيك واحد الستاتيستيك، رغم وجود مانشستر يونايتد، تشيلسي، توتنهام، مانشستر سيتي، تخيل ما هو الفريق اللي عنده أكثر لاعبين في الفريق الإنجليزي؟ ما هذا الفريق كامل شكون؟ فريق كريستال بالاس، عنده أربع لاعبين في المنتخب الإنجليزي، عنده دين هاندرسون، عندهم مارك جيهي اللي لعب فلاك سنترال، عندهم ادام عندهم ادام وارتون، وعندهم هذا ايزي ايبيتشا، اربع لاعبين. كريستال بالاس عنده اربع لاعبين يعني سيليكسيوني اون ايكيب ناسيونال، يعني قلت لك رغم وجود تشيلسي، مانشستر سيتي، مانشستر، كريستال بالاس هو اللي عنده اكثر لاعبين في اسمه في الفريق الانجليزي. نستعرض بعض الأرقام فوزي، ثم نعود للحديث عن بيلينغهام، هذا الفتى الذهبي. في بفوزه في مباراة اليوم بات المنتخب الإنجليزي أول فريق في تاريخ البطولة الأوروبية وحافظ على نظافة شباكه في خمس مباريات متتالية، وهذا رقم صعب في المباريات التي تجري داخل المنافسات المغلقة. كما أن مدرب المنتخب الإنجليزي غاريث ساوثغيت واصل سجله الباهر مع الفريق، محققا فوزه الرابع في مبارياته الافتتاحية بالبطولات الكبرى، نتحدث عن كأس أمم أوروبا وكأس العالم، من أصل أربع بطولات قاد فيها الفريق، يعني يحقق سجلا مثاليا رغم الانتقادات الموجهة له من ناحية جمالية اللاعب، تبقى فقط نظرته وفلسفته الكروية هي التي تسود في المنتخب الإنجليزي، وهو المدرب لهذا المنتخب، وهو الأقدر على تحديد الطريقة التي يلعب بها الأسود الثلاث. تحت قيادة ساوثغيت تغلبت إنجلترا على تونس بهدفين لهدف افتتاح مشوارها في نهائيات كأس العالم 2018، ثم وعلى كرواتيا بهدف دون رد في مستهل حملتها بنهائيات يورو 2021، وعلى إيران بسداسية مقابل هدفين في مباراتها الأولى بكأس العالم 2022. يعني البدايات الإنجليزية دائما ما تكون مبهرة، ولكن النهايات لا تكون بنفس الدرجة من الكمال إن صح التعبير. كما قلت أنت اليوم نعود نهضروا على بيلينغهام. بيلينغهام راهو 20 سنة، أنت قلت باللي ما يتجاوزش 21 سنة، راهو في 20 سنة لا ماتوريتي دياله، تشوف هذا اللاعب تقول له لاعب واحد 15 سنه سيدي في المستوى العالي صح. في المستوى العالي وراح صغير لدورتموند، ودورتموند كما قال لك داو منه تانيت باسكو كان يسجل اهداف خرافيه مع دورتموند. انا يا عندي حاجه نقولها، احنا بيلينغهام بيلينغهام يعيش المقابله ديالو، يعيشها ملي تبدا يشعر بها، يعيش عنده الاحاسيس نهار تكون عنده الكره ولا كي ديبلاصا بدون كره، يعرف وقتاش يروح وقتاش يدي الكره وقتاش يلعب مع زو، ويعرف حاجه اللي مهمه عند بيلينغهام كيكونوا دي سونتر ولا دي باس اون بروفوندور، يروح يسبق لو باسور ويروح في لا بروفوندور وين يدي الكره. بكل تاكيد اداء بيلينغهام او بادائه اليوم بيلينغهام وبهدفه في مرمى المنتخب الصربي يكون قد
قطع أشواطا إضافية نحو التتويج بالكرة الذهبية. بيلينغهام راهي عنده ثقة يقدر هو يدي المنتخب الإنجليزي للأمام، ولكن نعود نقول للكلمة عامين ماشي بغير بيلينغهام نقدروا نفوزوا بكأس أوروبا. صحيح صحيح. قبل المباراة فقط كانت هناك أحداث شغب، لا يجب أن ننسى أنه جماهير المنتخب الإنجليزي وجماهير المنتخب الصربي يعتبران من أكثر الجماهير عدوانية وشغبا. كانت هناك احتكاكات بين جماهير المنتخبين قبل بداية المباراة، سجلت العديد من الإصابات، والأمن الألماني كان قد أعلن حالة استنفار قصوى قبل وأثناء وبعد المباراة. لا، لأن نرجع شوية نفتح قوش ونغلقوه تاريخ شوية. سيبري كاين كرة القدم، كاين بين 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 المناصرين الانجليز والمناصرين، لكن لازم نرجعوا سنة التسعينات عندما سربيا عندما ليكس يوغوسلافي تفتكت ومن بعد خرجوا منها عدة دول، منها كرواسيا، منها عدة دول، يعني منها الكوسوفو، منها البوسنة والهرسك، منها هنا ليوغوسلاف اللي راهم اليوم سربيا. ما سمحوش الامريكا لما سمحوش الانجليز، واش داروا لهم؟ قالوا لهم بلي شغل فتكتونا بلادنا. وبالتالي كاين هذا العلاقه تاع التاريخ بين بين هذا بين انصار يعني الانجلترا، ولا ما نقدروش نحيوا على كره القدم. شفنا قبل كما قلت، لان البارح السلطات المحليه في المانيا وخاصه الشرطه كانت دارت ان بلون سبيسيال وقالت بلي هذه المباراه اللي كونسيديري كوم ماتش او ريسك، سي بو شخدوا كل الاجراءات باش يتفاداو التجاوزات، باش يتفاداو تبارك الله باش يتفاداو التجاوزات. شفنا قبل في مباراه نظن الدنمارك كان مناصر دخل الى ارضيه الميدان ومن بعد الحكم حبس المباراه. شفنا بعض اللقطات يعني في هذا في في هذا في هذا الاورو، لكن ربما ما نعرفش شنو صار دوكا في اخر في نهايه المباراه. نظن باللي تقدر تكون يعني كيفاش يقولوا لي ديباسمون بعد المباراه، خاصه ان نعرفوا ان صربيا انهزمت، وبالتالي الجماهير راح تكون غاضبه وغاضبه جدا من الانجليز.